يعطيكم العافية. في هذا الفيديو راح نحكي عن كولايدر جديد وهو الإيدج كولايدر 2D. والإيدج كولايدر 2D طبعا هو يعني بتلاقيه زي خط مستقيم، أو بمعنى يعني هو ترجمته بمعنى حافة، لكن ك يعني كمفهوم يعني إنجليزي أعتقد يعني الكل مر عليه هذا المصطلح الإيدج. تمام، طيب خلينا مثلا نفوت في التفاصيل تبعت هذا الإيدج. طيب على سبيل المثال أنا عندي هذا الأيس، تمام، بحذف منها البوكس كولايدر وارجع اعمل له ريموف كومبوننت، وده جدي له ايش؟ ايدج. بكتب هنا ايدج كولايدر 2D. هلا زي ما انتم ملاحظين ايدج كولايدر هو عباره عن خط مستقيم. بنيجي اعمل مثلا هنا ايديت، تمام، وطبعا الخط مستقيم انا ممكن احط فيه اي نقطه، بمعنى انه هذا كمان انه انا ممكن ايش اشكله زي ما انا عاوز. ممكن كمان اعمل هنا ايش منه، اعمل منه بوكس كولايدر. طبعا بس نيجي نطولها هيك ونعمل هنا بالشكل هذا، نعمل زي نحط نقطة وبالشكل هذا، وبعد كده هنا ايش نديله بالشكل هذا هيك، تمام، وبعد كده نعمل نقطة هنا، وبعد كده نسحب هذه بالشكل هذا، وبنيجي هنا وبنعمل هنا نقطة هيك ونحركها وبنعمل الشكل هذا. ممكن كمان ايش يعني انا ايش اضبطه زي ما انت عاوز، زي ما انت بدك بالشكل اللي انتو شايفينه. يعني كده ايش عملت اللي هي عملت تشكيلة او عملت بوكس كولايدر من خلال الايدج، بمعنى يعني او المضلع الاحادي او اللي هو الخط المستقيم. تمام، فانت ممكن كمان تعمل مثلا زي بوليجون، مثلا تحط زي كده، تعمل مثلا زي هيك، تعمل زي هيك. يعني ممكن هدف الايدج انك تعمل اي شكل انت بدك اياه، او اي كولايدر ممكن انت حابب تعمله. تمام، لو انت مش عاجبك مثلا البوليجون. طيب نيجي مثلا نعمل ريموف لانه مش عاجبني الشكل هذا. تمام، نيجي مثلا نعمل للوحه السبرايت، او شايفين الويت، نعمله هنا اكتف، ونيجي نحذف عنه مين البوليجون، نيجي نحذف عنه مين البوليجون، هاي ريموف، وضيف ايش، وضيف ايدج، ونيجي في الايدج هذا نعمل منه بوليجون على حدود هذا الحدود الخاصة ب 16 كيلوغرام. طبعا نيجي نعمل هيك، نيجي نعمل كده، نعمل هيك اد، وبننزله بالمنظر كده. شايفين كيف انا ممكن ايش يعني ممكن ما استخدمش البوليجون واستخدم بس مين، بس اللي هي اللي قول معايا اللي هي عفوا الايدج كولايدر. وطبعا نيجي نعمل هنا هيك كمان، نيجي نعمل كده ونسحب هنا بالشكل هذا، و شايفين كيف انا ايش عملت بالايدج، عملت يعني كتير شغلات عن طريقه، يعني ريحني من ما استخدم اللي هي البوليجون، وجيت عملت زي هيك اد، ونمسك هاي ونحطها هنا. هلا هنا شايفين انه ايش انه انا خلص انه انا استغنيت عن البوليجون وجيت استخدمت ايش الايدج كولايدر، وصار في عندي هنا ايش اللي هو الكولايدر. لو انا جيت اسقطته على الجسم هذا راح يتم اسقاطه، ما فيش اي مشكله او اي شغله. تمام، شايفين كيف هي وقع هنا. طبعا هنا على الايس ما كنت حاطينها كولايدر، فاكيد اخترقوا. طبعا بما انه انا جبت سيره الاختراق، فبنيجي بدي اشرح لكم الايز تريجر. الايز تريجر، طيب نيجي مثلا هنا نحكي عن الايس وندي له بوكس كولايدر، اي بوكس كولايدر. والبوكس كولايدر لو انا عملت ون، تمام، ووقعت الويت هاي 16 كيلوغرام عليها عادي جدا، تمام. طيب لكن لو كان البوكس كولايدر تبع الايس از تريجر، هتلاقي انه اي جسم بقي عليها راح يتم اختراقه. ملاحظين كيف؟ زي كانه ما فيش اي كولايدر، لكن هو موجود كولايدر، بس لكن هذه الاز تريجر بنستخدمها في البرمجه لما نعمل استشعار لاي جسم دخل هذا ايش الجيم اوبجكت، وطبعا راح نشوفه في كتير العاب. تمام، طيب طبعا بس هذه يعني ايز تريجر، والايز تريجر هذه لكل الكولايدر بتزبط. يعني انا اللي شرحت على البوكس كولايدر هي نفسها لو شرحت على السيركل او على البوليجون او على الايدج او على كل الكولايدر الموجوده في الجيم او موجوده في اليونيتي.
تمام. طبعا هذا هو بالنسبة للدرس، وإن شاء الله يكون مفيد واستفدتوا منه، ويعطيكم العافية.